السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاركوا تمام والأهل كويسين. معلش أنا قلتها بالكتابة وهلا حقولها بالحكي. مرة بكتب كتير زي وانا راجع بالباص، كتبت رسالة ناس ما عجبهم عملوا لي بلوك، وفي ناس قالوا لي حلو، والحمد لله على كل شيء. أنا بحاول مرات كتير ما أرسل كتير رسائل ولا أحكي كتير، بعرف الناس ما بيحبوه كتير، وأنا يعني لازم أحترم كل واحد، فمعلش استحملوني شوي، أصبروا علي، أحسنوا علي. كنت حاب أحكي كنت شغلة وأنا راجع من الباص امبارح من الأردن للسعودية، كتبت الرسالة هاي الطويلة، أكترها يمكن ما أروها، في ناس عملوا البلوك من غير ما يقروها. المهم في ناس قالوا لي كتير كويسة وإحنا نقراها كل يوم، الحمد لله على كل شيء. كان معنا بالباص واحد سعودي كان عمل عملية بالأردن ومرته أردنية، فشكله عمل عمليات هناك وصار ما فيه يشوف، فأنا صار لي الشرف أن أكون بهالباص هذا وأساعده وأوديه على دورة المياه وأدخل دورة المياه معه. في كل استراحة أحاول أمشي على المسجد على دورة المياه. فتذكرت الوالد لما أنا كنت أخذ معه، أخذ 10 أيام كمان كنت أروح معه داخل الحمام. الحمد لله على كل شيء، كلها هاي من نعم ربنا. بدي أحكي دعاء لكل اللي ماتوا ولكل اللي عايشين، الله يشفي جميع الناس من جميع الأمراض الاجتماعية، الأخلاقية، المالية، النفسية. سلي بديك وقلكم. طبعا هذا الـ هو هذا الـ زي لوح زيارة جد صاحبنا حسين روحي بالأردن أعطاني هاللوح، فأنا بدي أقرأ بس شوي منه. أشهد أنك وجدت نفحات الأيام وعرفت ما كان مسطورا في الأرواح من قلم إرادة الله. أنت الذي تزين هيكلك بقميص الأمانة بين البرية وبطراز العبودية الصرفة لله مطلع نور الأحدية. يا قرة عين المشتاقين وأنيس المخلصين، أشهد أنك زرت البيتين الأول بناه الجليل بيد القدرة والاقتدار، والآخر بناه الخليل أمرا من لدن رب.